برحيله الوطن يفتح مساحاته السوداء للحزن. يا للخبر الفاجعة في رأس عبد الرب الشداد، شظية بل شظية في رأس الوطن، حيث أصيب في صروح ونقل إلى هيئة مستشفى الثورة في مأرب. ظل القائد العسكري يتلقى العلاج ساعات لكنه فارق الحياة، وفي نفس التوقيت أيضا خلد أوسمة ونياشين في صدر الجمهورية لدى محبيه. التاريخ التابعين وفي التاريخ قائد من خامة الكبار ضرب موعدا مع حلمه باكرا بالنصر أو الشهادة وانجز وعده، والتاريخ لا ينحرف في هذه المهمات الكبيرة، والرجال الأوفياء لا يترددون في خوض معركتهم إلى الأخير، بل ويختارون نهايتهم، يرتبون لها المواعيد كأنها رحلتهم إلى فرح قريب. كذلك كان القائد العسكري عبد الرب الشدادي ورفاقه، ومن رحلوا إلى ربهم ومن ينتظرون. كنت واحدا منهم يا عبد الرب، رجلا في وطن ووطنا في رجل، واقفا في وجه الانقلاب، لم تتردد ساعة من نهار ولم تنثني ساعدك في معركة قادمة. أنت اليوم حصة الوطن من الفاجعة، وأنت تودع الجبهات واحدة تلو أخرى، والرجال الاستثنائيون يجتذبون الأضواء إن حضروا وإن غابوا. هنا كنت تصطف إلى جوار رفاق السلاح، وهناك تستقطع استراحة محارب لا يهادن لا يبيع. وبين هذه وتلك كم مرة احتمت بك المناسبات الوطنية والأعياد، وكم مرة اشعلت روح المناسبات الوطنية في عز الظلام. خضت جولات الحرب بتفان، أصبت ولم تنحني، كل رصاصة كنت معها تقترب من الموت وجها لوجه، بل وقال رفاقك إنك كنت رجلا في رحابة الموت، أو بات الموت في ضيافة رجل شجاع. يدرك الجميع الآن أن الحرب لا يتقدمها إلا الكبار. أمنية الشباب، أمنية القادة، أمنية السياسيين، بأنه العقول والحكمة اليمنية أنها بات تتغلب، وأن السلمية سوف تتغلب على العنف. كنت ممن انحازوا لخيارات الشعب منذ وقت مبكر، وكذلك فعلت. في فجر الربيع العربي اخترت الثورة السلمية، انحزت للوطن ضد المارق صالح، خلدت الشرف العسكري المقدس في كتفك العالية وخامتك الاستثنائية. القصة الكاملة أنك أمضيت عمرك كله مناضلا بالبزة العسكرية والموقف، ومؤخرا فضلت أن ترحل بها. نم قرير العين، رثاؤك يكاد يكون وطنا وملاذا واحدا لجيل الجمهوريين، بعد أن صنعت ضباطا وجنودا كاملي البأس وبكل جدارة يكملون طريقك في الحرب ضد الانقلاب، كما ناضلت أنت يمنيا خالصا وقدمت جهدك في خدمة الوطن حتى فاضت روحك إلى بارها.